بهدفي أفشة وحمدي فتحي الأهلي يبدع ويمتع ويتألق ويواصل انتصاراته الرائعة بعد الفوز على الاتحاد السكندري في الدور قبل النهائي لكأس مصر 2-1 في طريقه إن شاء الله للحصول على كأس مصر للمرة 37 في تاريخه. كابتن شريف ألف ألف مبروك. ألف مبروك كابتن أيمن. مصر الحقيقة تاريخي بالنسبة لنا إن إحنا عندنا فرصة كبيرة أوي نوصل فاينل كأس مصر مع كأس أفريقيا مع الدوري العام، تبقى سابقة الحقيقة بإذن الله، بقت في رجل الجهاز الفني واللاعبين الحقيقة وبنطالبهم بيها، يعني نخلينا نفسنا إحنا جماهير وبنطالب بهذا النصر، وبنشكرهم على الأداء تاني تايم اللي حصل ده، وبنشكر إن سوماني يعني كان عنده العقل وكان عنده لغة العقل إنه يستجيب للتغيير السريع اللي إحنا اتكلمنا عنه في الاستوديو في الهاف تايم. ولكن أنا عايز أقول لك على حاجة، هو جون قفشه ببطن رجله ولا بوش رجله؟ بص انا هقول لك حاجه، لما نرجع لجون قفشه خلينا بس ايه يعني الحمد لله وكسبنا هنجيبه الحمد لله، والفنيات والكلام ده احنا بنستفيد يا ايمن من المباراه دي، يعني احنا بنخرج في حاجات ايجابيه وفي حاجات سلبيه. بس انا عايز اعرف هو جون قفشه بوش رجله ولا ببطن رجله؟ هنشوف الاول اراء الكباتن بعد المباركه، وبعد كده نقول لك اذا كان بوش رجله ولا ببطن رجله. طيب انا ببارك للنادي الاهلي واستفدنا من الشوط الاول من سلبيات كتير قوي عايزين نغيرها يعني ونعتبرها في الحسبان الماتشات الكاس. ممنوع ان احنا نبقى استحواذ بدون تحركات، استحواذ بطيء، اي لاعب ممكن يخش عندنا في خط 18 ويتعمل علينا 1 2 زي اللي حصل ده ويوصل لمحمد الشناوي، ما حصلتش بقى له فتره كبيره قوي. زي ما الدنيا احنا بنتعلم في كل مباراه، ده واضح وده شرعي وده كل حاجه. نشوف بقى علي يقول لنا ايه الكره دي بطن رجله ولا بوش رجله. كابتن علي الف مبروك. لا خليها في الاخر دي.